الجمع أن تجمع الصلاتين مع بقاء الركعات، تجمع الظهر والعصر أربع أربع، هذا هو الجمع. القصر لا، القصر ليس هو الجمع، القصر هو أن تجعل الرباعية الصلاة ذات أربع ركعات أن تجعلها ركعتين، هذا هو معنى القصر. ولذلك بعض الناس يقول والله لا أدري كيف أقصر وكيف أجمع. أنت مسافر لك أن تقصر الصلاة، ما هو القصر؟ تجعل أربع ركعات ركعتين، ولك أن تجمعها، أن تجمع الصلاتين في وقت واحد. في السفر لك الجمع والقصر، لكن الأفضل أن تصلي كل صلاة وحدها وتقصر، يعني الظهر أصلي ركعتين، هذا ما هو قصر. لو صليت بعدها العصر هذا هو الجمع، جائز. لكن لو أنك صليت الظهر ركعتين ثم انتظرت حتى دخل وقت العصر فصليت ركعتين، قصر قصر، هنا ليس فيه جمع. والجمع يكون في الحضر وفي السفر، مريض الجمع يكون في الحضر وفي السفر، أما القصر في السفر فقط، ليس في الحضر قصر أبدا. ما تقصر الصلاة الرباعية لركعتين في الحضر، يعني لو أتيت إلى مريض وكان يجمع بين الصلاتين يصلي أربعا وأربعا، يصلي العصر أربعا والظهر أربعا في وقت واحد، هنا فعله صحيح المشقة. لكن لو قال والله أنا أصلي ركعتين ركعتين وهو في البلد، هذا غلط، خذها قاعدة، قصر الصلاة في الحضر ممنوع، أربع ركعات إلى ركعتين في الحضر وأنت في بلدتك ممنوع شرعا، لكن الجمع اجمع